راسي يا عمري حطيت شراب فمي، الشراب كيتحط قدامي ما عمري درت في فمي، مستحيل. الشيشه ما كنعرفش ليها. الشراب كيتحط قدامها زكريا مشى، الكوت ديالي لاغر مشى يا خويا زكريا. في الفلوس الناس كانوا كيتعاونوا معايا قبل واحد المشكل عندي ودابا باغي ومن بعد شكون قشعت تزوينه هذاك السيد ظريف طيب خلق الله الله يعمر هذا. ناري 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 شو كيف درت العينة؟ مش يا ودري كيما كنشوفوا معكم ار على فيديو جديد واللي ما دري الفيديو ديال راس انستغرام الاخوان سمو حات واحد البلان هاد الايام كنحط لكم فيديو في النهار الدراري ما كندير لكم جوج لو البارح ولا شي يومين هادي داز الاخوان حطيت لكم ثلاثه ديال الفيديوز ولكن الدراري كتعرفوا هاد الصهداد راه اون فوا كان جلس وكنشعل الباراتور الاخوان اللي الشمس نمزو بلان هاد البلان هذا الدراري ملي غندير لكم فيديو ديال السيت اب ونبدلوا هاد التخربيق هذا كامل وغندخل للبيت ديال السيت اب غنظهر لكم البلان الاخوان وغنظهر لكم الماتريال المنزل ولكن انفو كنشعل البلان راه الحراره الجو ابارط الحراره فهمتي راه غندوب فهمتوا البلان على الاخوان كنحاول نسيد حتى كطيح شويه الظلام عاد كنبدا نصور واذا بقيت كنسين ديما حتى كطيح الظلام راه كنبدا نعكز حيت فيديو واحد راه كتعطل مضمونتي كتعطل شحال من حاجه الاخوان عليها حيت شحال الناس سولوني قالوا لي رجعتي كتحطنا فيديو في النهار انا الدراري شرحت لكم وقلت لكم البلان عليها ولكن ان شاء الله اليوم جبت الفيديو غدا ان شاء الله ما امكن غنحاول نجبد الفيديو بعد غدا هكاك الدراري تسترجع شويه لحقاش فريم الصال راه كاريت عاد المهم الحمد لله باش ما نتعطل عليكم الدراري بداو دابا تمن شهور اخويا اش نقول لك تعلمت الصناعه التقليديه اش تعلمت ما تعلم والو بقيت ناعس النعاس اخويا الراحه البيولوجيه وحق الله العظيم عمرني ما ارتحيت في حياتي كنت دائما خايف لا يجيو عندي هنا الحمد لله ملي مشينا راه نعسنا واحد النعسه ديال مومو كبير شي بحال شي مومو كبير نعس مومو كبير والروح النعاس مور راحه واللونطريما بنادم خاصو يخرج بواحد الحاجه يخرج من الحبس اول حاجه يخرج شي حاجه ايجابيه فهمتيني ماشي يرجع حيت كاين واحد النوع اللي كيبقى يعاود يرجع الدراري الوحيدين اللي بنادو كيخرج من الحبس كيستقبلوا الدقه مراكشيه يعني. المغاربه الصايب الشاب الوحيد اللي في كل يلا فرحانين خرج من الحبس الدقه مراكشيه ما بغى هاد الاستراتيجيه ما بقيت ما بغات زعما تدخل لي في بالي علاش زعما شي شرح الدراري اللي كان عندكم كيف بنادم اللي ما عجبو الحال بحال هكا يخرج الدقه مراكشيه ويخرج جبر الزهو الصغار يرجع ويعاود يدخل ثمان شهور اخويا اش نقول لك تعلمت الحمد لله الحمد لله داز الدغيا الاخوان فهمتي بالنسبه لي اما ليل والله ما نعرف لحقاش الاخوان هادشي هذا مابقيناش كنعرفو حنا فيه والو واهم حاجه الدراري بنادم مرجع كيتمنى الحبس لشي واحد اخر هادي هي الحاجه اللي خايبه رجعت الدراري اللي قلت لك هاد اللعيبه ديال ما فاهمين والو بقينا فاهمين حتى وزن ومن بعد شكون قشع التسويق هذاك السيد ظريف طيب خلق الله الله يعمر هذا ناري 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 شو كيف درت العينه ما شفتش ومن بعد هذاك السيد ظريف ركزوا مع اختنا الاخوان شوفوا عينه بالضبط طيب خلق الله الله يعمر هذا هذا هو ذاك النوع الاخوان اللي لو وقفتي قدامه راه يسحر ليك الصاد فهمت هذا لا نمشي شي جوتي ليه بنت ولا شي قوتي ناري جميع انواع ديال السين السحر بدون رحمه وبدون شفقه قال لك سيماهم على وجوههم سبحان الله ترى ما يمكنش اصلا ما شفتش ومن بعد هذاك السيد ظريف طيب خلق الله الله يعمر هذا انا هرب غنلبس صندالتي وانا هرب مثلا غنسالي الخدمه مع 5 ونص غادي وسيري تتزوج جيت داري غادي نطيب وغادي نقابل الولاد ولا قال لك راسك نو خدمه كاين غير الكوزينه ماذا سوف تقولي لي ودابا هو كيسمعك راجلك دابا راسك مستقباني حاجه سميتها الطلاق وغناخذ ليه الدار وغناخذ له طوموبيل وغنتزوج غيبقى ينفق عليا انا وراجلك ياك انت وراجلك مدونه الاسره جديده
الدراري هاد القصيره تاعو حاول واخدي لي الحايز بالمقلوب فهمت والله يعفو عليه هذا ما نقول جاب دابا كنا كنقولوا داك اللعيبه ديال الجزائريين خلقوا غير باش يضحكونا دابا القصيرات كاين غير باش يضحكونا غضحك غضحك اطونسي اطونسي شي واحد ياخذ شي حاجه بجدي اطونسي كنت باغي صيد الحوش ولكن البحر معمر انضرب على عوه انا مربيه يا بجدي من الناس عنده اي حاجه فيها الشك حلال شد عوه عمرها هذا فاش عمرو 15 اول صراحه ما عمري ما كليتها وما عرفتش واش حرام ولا ماشي حرام ولكن هي حلال فين حلال فين ما عندكش منقار ودير بحال البطه دير بحال البطه دراري خصكم تعرفوا واحد الحاجه ماشي اي حاجه غنشوفوها في الويب غنتفقوا معها متفقين حنا بالنسنس كيدير مغامرات متفقين الوحيد واقوى واحد في المغرب اللي كيغامر اوكي انا بيدي متفق معاه ولكن فاش كل نهار غتاخذ شي حاجه مثلا بحال هكا هاد اللعيبه شد فهمتي هاد الطير هذا وغياكلو ما بلانش راه اول حاجه راه فيها غرامه الدراري فهمت جمعيه الحيوانات غيدخلوا راه كارثه عظمى يعني ماشي اي حاجه غنتفقوا معاه وانا ما متفقش مع الفيديو وبالرجوله صورت رياكشن على بنسنس ومسحته لحقاش بقيت غير كنكريتيكي فيديو كامل الاخوان المره الاولى فاش كنطلع عندك الجبل حيت انا من داك النهار ما درت له رياكشن حيت المره الاولى فاش كنطلع عندك الجبل كنلقى واحد المره بحال هكا وقال انا غنخلع هذاك ماشي بلان وماشي تصرف ديال الرجال باش يكون واضح يعني الدراري الحاجه خصها تكريتيكا تكريتيكا غلط غلط ماشي غلط ماشي غلط ما نبقاوش نشدو يعني حيت دابا كاخذو الانسان كان باغي غيشد راه كان يحكر على داك البلان ديال داك الدريه خلعتيها فهمتي ولكن في واحد السيتياسيون اخرى داك الغلط كيبقى يتعاود فهمتي ابا قولوا على كي حارب داك البلان ديال السحر وشحال من حاجه راه مزيان فهمتي راه بنادم كيشوف داك الشيء وبنادم راه عارف داك الشيء وسبابه زالوا شحال من حاجه ولكن كان مثلا يبقى يدير بلان بحال هكا راه بنادم غي فهمتي كاين اللي ما غيعجبوش الحال سي نورمال الاخوان وهذيك تبقى حريه شخصيه ديالي فهمتي كاين حاجه مزيانه كاين حاجه عيانه حاجه مزيانه كنقولو مزيانه الحاجه عيانه كنقولو العيان ماشي مثلا انت غدير واحد الحاجه مزيانه نبقى نقولو مزيان النهار اللي غدير العيانه نقولو اوكي تا هو مزيان مستحيل يعني الاخوان الويب اي حاجه كتكريتيكا فهمتي يعني هاد الدراري بلا نكملو هاد الفيديو هذا غندوزو للنيكست فيديو وغنشوفو البلان الثاني قومي شغل المهم انا عارف باقي بنات الناس في الدنيا راسي يا عمري حطيت شراب في فمي الشراب كيتحط قدامي ما عمري درتو في فمي مستحيل الشيشه ما كنعرفش ليها ناس الشراب كيتحط قدامي كيتحط ولكن عمري حطاته في فمي دابا الدراري شنو بغيت نكونو مفتحين شويه شوف نمشيو عندك عندك الدراري اللي كيجلسوا في صوفي دير فهمتوا بلان فاميليات كيف حيت كاين فاميليات تبارك الله من الطبقة البرجوازية كيجلسوا في صوفيتيل فهمتي كيتعشاو بلا أولا مرجعو من الطبقة المخملية الطبقة الدراري لا بأس عليها راه إلا جلستي في الطبلة ديال الشراب صافي حرف القاء أشنو رقم 9 في الأول راكم عارفين ولكن الإخوان لما مشينا للطبقة البرجوازية انا خصني نكونوا فتحين فهمتي وهذا واحد التناقض بحد ذاته الاخوان ولكن غنكملوا الفيديو غنشوفوا واش حنا فريمون متناقضين ولا لا ممكن علاش لكن صراطة واحد النهار الصراحه انا كنقول لكم الحقيقه واحد النهار صرتها ما عرفتش ليه صافي حطيتها عم قومي شوف حنا غنعاودوا بلي شنو صرطه الدراري اوكي المهم انا عارف راسي يا عمري حطيت الشراب في فمي الشراب كيتحط قدامي ما عمري درتو في فمي مستحيل الشيشه ما كنعرفش ليها ما كنعرفش لكن صراطه واحد النهار الصراحه انا كنقول لكم الحقيقه واحد النهار صرتها ما عرفتش ليه صافي حطيت عم اذا الاخوان خصنا نكونوا من الطبقه الفقير الشيشه شربتيه جالسه في مطعم فيها الشراب يعني
ما بقى داك الساعه بوتا ادو مختارش عن التاخر اختي نوض على سلامتك واصلا كتبغيو تعدلو شي حاجه كتبقاو زابلين ها صاحبي ترى ما يمكنش ترى ما يمكنش هادشي راه كيبقى في الارشيف اصاحبي وعلى ما الناس هادو رجعوا صارت الشيش فهمت انا لا وتيري رسميا تراجع عليهن للمركز الثاني بعد انا لا وتيري تبي انا في المغرب يعني كلشي بدا كيتفرق ما نكذبش عليكم الدراري هذه هي النظريه ديال الاسف قريب يهرب ليا مع المغرب ويلي 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 عاود عاود جاري ويلي ويلي لا هتشرجع على ما تشرجع كيخلع اتونسيون اخويا هضروا في بلاصتي انا عندي ذنوب بزاف انا عندي ذنوب بزاف الاخوان انتم اللي ما عندكمش ذنوب لي كومونتير الدراري هضروا في بلاصتي زكريا بصح اللي كنت ديالي لا غرب شي يا خويا زكريا في الفلوس الناس كانوا كيتعاونوا معايا لا قبل واحد المشكل عندي وانت دابا غير كنت الاحساس راه درت لك منه ابوني ولكن عطى عليا قال لي اخدم يمي ما صافي دابا صافي هما الناس كيكبسوا صراحه ما جاوبوني رجل عطا لكم قال لي اخدم يبي يجابوا يا بجابوني دابا دابا نصعب يجابوا دابا يجابوا خدهم يا صافي انت خوتي انت ما عزيش على شغوتي انا كلمة ما يحسونش كان انت وعدي ما فيش احساس صح اخويا زكا صافي صافي الدراري واميك واصحي انتم اللي خصكم تكتبوا البلان فيه كوبيرات الفورما ديال الحمام والزبيب ديال الفخ والتيشيرت ديال رقم 9 هذا صاحبي اش حشومه كاع وحق الرب صح شوف حشومه رجعت شي هذا والله حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم هاك تصدم عليا هاك تصدم عليا انا غنطلع صوا هاد الميك الدراري دابا هادو ما يدعونيش ياك لا تنمر انا دنيا وسيدي نقصي اول مره نشوف شي حد كينعل في راسه الله نعل الله نعل الله الرجال المتشبهين بالنساء ادوي يا اللي شوهتي بالمغرب تمنى احنا شوهنا بالمغرب الحمد لله صحتنا بيضه وتندير ليله وتندير نعل الله صحته بيضه الدنيا بغيت تكون اول شنو النوع بدا كينتا واحد في حياه مرتك كيف ما انا نقدر نكون دوز دي زيكسبيرونس مع بنات قبل حتى هي تقدر تكون دوز دي زيكسبيرونس مع دراري قبل بغيت تكون هي ما بقاتش مرتبطه بالماضي ديالها صافي نساتو وندخلوا حنا في غولاسيون جديده من هنا لقدام ما كاينش مشكل ضروري كل واحد فينا عنده واحد الماضي وضروري كدوز من واحد لاسوسياسيون اللي كتعيش فيها انك كتكون انت هو الشخص الثاني ولا الشخص الثالث تبغي تكون اول واحد في حياه مرتك خونا زعما داير قابل زعما واش فيفو مدليات زعما عادي هاد شفتي الدراري تبارك الله عليهم كي كيعجبوهم يقصوا في الحصيه اش غادير الدراري شفتي الدراري واعيه الدراري شفتي الدراري متقفين كثر منا ما عندنا ما نديرو كيعجبوهم يريحوا في الحصيه حنا ما كيعجبناش حنا كيعجبنا الرسميه شفتي وين اخوان كما كتشوفوا كان هذا هو الفيديو الدراري غيكون هذا الفيديو تمنى تابونا وديروا جيم الاخوان خليو داك اللايك تما خلي كومنتاريو الدراري حيت مهمين وبزاف انا خليكم دابا الدراري